بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.